العين العالمية للإنتاج والتوزيع تقدم المسلسل الأسري أسعد وفوزية، تأليف عبد العزيز المهيري، بطولة أحمد الصياد في دور أسعد. إيش؟ أتكلم معها عن الزواج؟ شاورما، والله لا روح شاورما. وأفنان أفندي في دور فوزية. الله أعلم، الله أعلم في أحلامك إيش تسوي، إيش تهبب من مصايب. ومشاركة سلطان حكمي في دور إبراهيم. أفع الرجاجيل، والله أنا حرمة تجهز لي الشنطة حق السفر. فوزية فوزية يلا تأخرنا. طيب إيش بك مستعجل؟ تبغى توديني الزواج قبل الناس؟ أنا اللي متأخر موعد ناس. دقيقة بس حدور لي شنطة. يا حرمة خذي لك أي شنطة وخلينا نمشي بالله عليكي. تعال شوية ساعدني، أبغى أفتح باب الدولاب، أخاف إذا فكيت وطيح علي الشنط. يا الله بسم الله. أسعد أهرب. أسعد أنت كويس؟ أسعد أنت فين؟ ما أنا شايفتك. أنا هنا. فين بالضبط؟ أنت شايف الشنطة الزرقاء اللي فيها حلقة ذهب؟ أيوة. في وسط الحلقة الحديد حتشوفي حاجة. أيوة صح، شي يلمع. هذا خشمي. الحمد لله أنه اللي طاع على خشمي شنط مو كتب. الله يرحمك يا الجاحظ. يا بنت لا تجننيني، معقولة كل هذه الشنط ولا في شنطة عجبتك؟ طب إيش رأيك في هذه؟ صغيرة. وهذه كبيرة. طب هذه؟ أيوة دي مرة كويسة. الحمد لله رب العالمين. لكن عارف مرة ما تيجي ألوانها كده مع لون الفستان. أوف أقول لك، أنا معايا سيارتي. وأنت عندك السيارة والسواق، لما تحصل الشنطة روحي معه. لحظة شوية حتصل بميسة أختي. ألو ميسة، وأنت جاية جيبي معاكي شنطتك الزرقاء جديدة. أجل هعتمد عليكي، مو تنسي تجيبيها. مع السلامة. أوكي دبرنا الشنطة، يلا خلينا نمشي. فوزية انت في كل زواج حتعذبيني زي كده ولا ايش القصة؟ اجل تبغى ام ماجد تضحك علي؟ وانت الله يهديكي حاطة نقرك من نقر ام ماجد، هذه واحدة زوجها تاجر وعندهم خير. ان شاء الله بس ميسا ما نسيت الشنطة. الا على طار الشنطة، بكم ما شاء الله اشترتها اختك؟ بسبعة. بسبعمية؟ سبعة الاف الله يهديك، هو في شنط في الايام هذه بسبعمية؟ شنطة بسبعة الاف؟ اقول يلا انزل بعدين اجيك في الليل. يلا اسعد اتأخر شوية، نبغى كده نقعد يعني. أسعد يلا تعال خدني. خير إيش بك يا بيت دوبي منزلك؟ الشنطة اللي أنا ماخدتها حق مين؟ حق أختك. حق أختي، أخذت الشنطة منها وعلقتها على كتفي، ما انتبهت إلا واحدة قاعدة تشد الشنطة مني وتقول حق ماما، هذه شنطة ماما. مين هذه؟ مريم بنت أختي. فضحتني فضيحة بين الحريم، قاعدة طول في الشنطة حق أمها وتصرخ. أقول لك طيب أم ماجد موجودة؟ أسكت يا رجال، إيش موجودة؟ تليق من فوق لين تحت كأنها نجفة ماشية، ما هي قادرة ترفع يدها فوق من كثر الأساور والخواتم اللي في يدها. أسعد أبغى زي الشنطة هذه. على كم؟ أظن يعني كده ب10,000. الله يقلع بليسك. أو ب9,800. الله يقلع بليسهم، إيش هي ألماس والله أحجار كريمة. لا أسعد هذه شنطة ماركة. وخير يا طير، ليه؟ هذه شنطة يحطوا فيها أغراض وهذه شنطة يحطوا فيها أغراض. دحين الشنطة اللي بيعوها في الصناديق زي الشنطة الماركة؟ حبيبتي الشنطة الماركة يشتريها اللي عنده فلوس، أما أنا واحد على قد حالي. أنا حشتريها من فلوسي، وبعدين أنا ما أطلب منك تدفع لي كل قيمتها، أنا أبغاك بس تكمل لي الباقي إذا نقصت الفلوس. خلاص طيب والله كسرتي خاطري، أنت كم عندك دحين؟ عندي 600، أكمل أنت الباقي 9,200. شوفي دحين إحنا حلف المحلات أوكي؟ واضرب حسابك ان انا ما عندي استعداد الا ادفع 4,000 على شنطه، مع العلم ان انا ماني عارف ايش الفرق بين الشنطه ابو 10,000 والشنطه ابو 200. الشنطه ام 10,000 حتخلي كل الحريم يطالعوا فيني بما فيهم ام ماجد. انا لو عندي شيء والناس تطل فيا والله لا احط رجلي واهرب. تعال ندخل المحل هذا عنده ماركات مره حلوه. ايش رايك في هذه؟ ليش عارضينه 5,000؟ والله ما ادري على ايش. هذه مره حلوه. فوزيه جاوبيني بصراحه، شكلها حلو والله عشان انها ماركه. يعني شكلها مقبول. يعني مي حلوة، أنا أحس أنك أنت حتشتريها عشانها ماركة حتى لو شكلها مو حلو. أسعد بسم الله، إيش في؟ أبغى هذه الشنطة. إيش الهرجة؟ هذه نفس شنطة أم ماجد. زواج الحريم في أي قاعة؟ قاعة الذهب. مبروك مبروك عليك الشنطة يا أم ناصر. أشوف الله 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 ما عليه يا أم ماجد،
تحسبي ان احنا ما نقدر نشتري زي شنطك اللي تشتريها؟ الليلة حتشوفي ان شاء الله، بس ام ماجد تكون حاضرة الزواج. الو اسعد، تعال خدني. ايش في؟ ايش بك؟ مسرع ما اتصلتي. الشنطة اللي اشتريتها معاك امس اللي زي حق ام ماجد، تخيل انا اشتريتها عشان اقهرها، والاخت الكريمة ام ماجد اعطتها شغالتها. وطيب سلامتك قاعدة تطالع فيا وتطالع في الشنطة، وترجع تطالع في شغالتها والشنطة اللي معاها، وترجع تطالع فيني. لا حول ولا قوة إلا بالله. اشتري لي شنطة غير. ليه؟ تحسبي عندي مال قارون؟ عندي فكرة. إيش؟ إيش رأيك تبيع السيارة؟ أنا هذه آخر مرة أتسلف شنطة من أختي، ترى بجد خلاص ما لي وجه. الله يخليك، لا تحرجني قدام الناس أكثر من كده. خلاص 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 إن شاء الله ما يهمك، حروح معاكي ونختار لك شنط وأجيب لك أرجل شنطتين. إيش تبغي كمان؟ الله، وحق هرم ماجد؟ أنت لسه ما تبتي؟ أسعد اليوم متأخر، لا تيجي تأخذني من بدري، لإني ناوي نية الأم ماجد. أدعي لي بس. ألو أسعد، تعال خدني دحين. والله لو ما اتصلتي ما حقول فوزية، أنا استناك تتصلي. تعال بسرعة. أجل أنا تتريق علي أم ماجد؟ تتريق عليكي؟ إيش تقول؟ تقول إن الشنطة هذه هي معطي أختي واحدة زيها، لا يكون هي. أوف أوف والله قوية. لا وتقول لي كويس ما شاء الله عليكم أنت وأختك محللين قيمتها. خلاص لا تحطي في خاطرك حبيبتي، بكرة أشتري لك شنطة جديدة. توبة، ماركات ما عاد أبغى، حسمع شعرك يا أسعد وحاخد من الحراج. بكم قلت لي الدرزن؟ أسعد فوزية من إنتاج العين العالمية للإنتاج والتوزيع، إشراف المهندس محمد صوالح، متابعة غازي بن حاجب.